وهي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وهذه الحلقة نتحدث فيها عن سيدنا عيسى عن صفته عن كيفية نزوله متى ينزل وماذا يفعل عندما ينزل وكم يبقى في الأرض وكيف يموت أو أين يموت وأين يدفن وعن عقيدة المسلمين في سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام سيدنا عيسى ابن مريم ربما ورد ذكره معنا في الحلقه التي تحدثنا فيها عن ظهور الدجال لعنه الله عليه، وان الذي يقتله هو سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. سيدنا عيسى يحدثنا عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: "لا تقوم الساعه حتى ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا". فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا تقوم الساعة وفي رواية ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا أو حكما مقسطا فيكسر الخنزير فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتنزل الأمانة في الأرض هذا سيدنا عيسى عند عندما ينزل اخر الزمان. وفي القران العزيز "وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا". تحدث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته فقال لنا: "إن عيسى ابن مريم نازل فيكم فإذا رأيتموه فاعرفوه". إن عيسى ابن مريم نازل فيكم أي آخر الزمان في علامات الساعة الكبرى إن عيسى ابن مريم نازل فيكم فإذا رأيتموه فاعرفوه ثم يصفه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نتعرف عليه فيقول هو رجل مربوع ليس بالطويل وليس بالقصير ليس بالسمين الوشكرش يعني وليس بالنحيف هو مائل بين الحمرة والبياض او مائل الى الحمرة والبياض وكانه قريب من لون بشرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وصف الواصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كان ابيضا مش كان ابيض مشربا بحمرة او كان زهري اللون صلى الله عليه وسلم وسيدنا صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام فيقول كان مائلا الى البياض والحمره يتحدث عن شعره ويقول كانه يقطر ماء كان شعره يقطر ماء وفي بعض الروايات كانه قد خرج من ديماس ديماس اللي هو الحمام يعني فيقول كان شعره يقطر ماء وكانه خرج لتوه من الحمام يصف جماله ويصف شعره ويصف جسده عليه السلام اذا هذا سيدنا عيسى ابن مريم وفي بعض الروايات يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لكافر ان يشتم نفسه الا مات وان نفسه لا يصل الى حيث يصل طرفه او طرفه يعني سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان لا يكاد يرى كافرا إلا مات بمجرد رؤيته أو بمجرد أن يشتم نفسه عليه السلام هذا سيدنا عيسى عندما ينزل آخر الزمان وهذه صفته طيب ماذا عن عقيدة المسلمين في سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام يقول ربنا عز وجل وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله يتحدث ربنا عن اليهود وعن زعمهم انهم قتلوا سيدنا عيسى عليه السلام فيقول وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك, لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما إذا عقيدة المسلمين في سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام أنه لم يقتل وأنه لم يصلب وإنما ألقي شبهه على أحد أعدائه فقتله اليهود ظنا منهم ان هذا عيسى ابن مريم عليه السلام، لكن عيسى عليه السلام قد رفعه الله اليه ولم يسلط عليه اليهود كي يقتلوه. هذا سيدنا عيسى الذي لم يصلب ولم يقتل، وانما رفع الى السماء رفعه الله اليه حتى ينزل في اخر الزمان. لمزيد من التفسير والتفصيل والتوضيح حول هذه العلامه الكبرى الا وهي نزول سيدنا عيسى عليه السلام، كونوا معنا بعد هذا الفاصل فاصل قصير ونواصل التفصيل